والله إقبال ممتاز، يعني يعتبر إقبال ما شاء الله، يعني في زبونات في فرامل، يعني يعتبر الأغلبية يعني يلبسوا في زبونات يعني كتراث وكجودة وكأصل. الهركة هذه الصفوة سعرها 145 دينار. هذه هي السفير العربي، طبعا السفير العربي معروف بفخامة وجودة. هذه الثوب الملكي اللي هو قماش الياباني في الأساس، هو نفس تقريبا نفس القماش الدفة. هذا ثوب الصفاء، هذا ثوب سعودي في الأساس، يعتبر يعني قماشة من الأقمشة القديمة يعني في الجودة. طبعا بلا تعريف هذه الدفة، ثوب الدفة يعني ثوب أصيل ويعني معروف بجودة كبيرة لدى الليبيين لدى العالم بصفة عامة. يعني هذه الدفة 165 دينار.